سيني كلبوها صدق. هو صدق شتي بحال ديال الحوانت. ها شوف كلوا واشربوا هنيئا لكم. شا هو الريف صدق. شباب السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اللبسه راكم عارفين واش شاف زويزو، يعني ما يحتاج نشرح لكم. اليوم غادي نوجد لكم الريب يعني باسهل الطرق باش توجد انت اولا انت الريب غير في الدار، ما يحتاج تمشي عند مالين الحوانت. نفس داك الريب اللي كيتباع بجوج دراهم ولا ثلاثة دراهم راه يمكن لك تكادو غير في الدار، وانا جبت لك الحل يركون هاي وكيسحب لك انت كيديروا فيه شي حاجه. لا داكشي باسهل الطرق، داكشي اللي غادي نوريك دابا. تبع معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تفهم كلشي. المهم قبل ما نبداو صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كتبوا شي حاجه تدعو على الاجر، وكتبوا شي حاجه شي اكله بغيتونا نطيبها، وديروا معكم لايك. قبل ما نبداو طولوا في الهضره نبداو. اول حاجه شنو كنحتاجوا؟ اطرو ديال الحليب، وكنحتاجوا دانون فاني. المهم يكون اي دانون غير يكون فاني. والحليب نيدو حيت انا دايرو هنا حليب نيدو. ثاني دا هيا شتوها معنينا. شنو غنديرو؟ اول حاجه غادي نشدو الحليب اطرو كما كان، نديرو في كاسرونه ديجا محضر اطرو ولا اطرو نص. المهم داكشي اللي قديتو عليه نتوما، انا راه اطرو يلا غير قدني انا. ندير فوا ثاني شنو غنديرو؟ غادي نشدو كاس ياك، تبعت معايا المراحل مزيان. غادي نشدو كاس غادي نكبو فيه شويه ديال الحليب بحال هكا، ماشي بحال هكا شتو. وغادي نضيفو عليه حليب نيدو ثلاثه ديال المعالق، واحد جوج ثلاثه المعالق كبار ثلاثه. كنبداو نخلطو، نخلطو مزيان ما تخليش يتكور، نخلطو مزيان هانتوما ما تخليش دوك الحبيبات. زدت المعلق ديال سميتو ديال النيدو، نبداو نخلطو فيهم مزيان حتى يتكور مزيان. ما تخليش دوك الكويرات هانتوما، ما كاينينش دوك الكويرات ما كاينينش. ها شتو هاتي هكا، شوفو دابا كويرات ما كاينينش، بغيت تخلطو مزيان. هذاك الرايب اللي كيتباع يعني عند مولي الحوانت مالك اصاحبي، انت جبت ليك اسهل الطرق. اقول عاوتاني ما كنتهلاش فيكم، شاف زوزو كيتهلا فيكم. برعتكم فيديوهات في هذا رمضان هذا كاين ولا ما كاين؟ ايوا شوف كفيت خير 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 ان شاء الله. وكنبداو نخلطو مزيان من بعد شنو كنديرو؟ كنخليوه أفار ياك، كنخليوه هكا باش ميبردش. أو هادي هي البلاصة ديالو. شنو كنديرو دابا؟ نشدو هداك، كنضيفو سنيدة جوج معالق ديال سنيدة. داك الحليب اللي كدينا هنا جوج المعالق، جوج معالق صغار ايه كبار شوية، غير جوج بركة حيت هو غادي يجي هذاك حلو. كنخلطو خلطو الحليب ونيدو بداك السكر، يعني شي حاجة ساهلة تقدر ديرها في الدار بلاصة ما تمشي عند الحوانت وتبقى ديما كل مرة تخسر تخسر تخسر. وأنا جبت ليك أسهل طريقة، واحد عادي جدا تخلط بحال هكا. تيزوفري تقدر ديرها، كنتي مع عمرين تقدر تقدر ديرها. تعلموا واحد يعلم الاخر، واحد يعلم الاخر. دابا غنديروها فوق البوطا. وواحد الحاجه واحده اخرى ننصحكم بها، ما تخليش لهذاك الحليب تيغلى، يعني اون فوا تحس به يلا غادي يغلي طفي، يلا يتحس به يلا بدا ديك اللعبه ديال طفي، ما تخليش تيغلى وحضيه. اها ماشي ديرو تكونيكتا، لا ديرو وحضيه ما تخليش تيغلي نيت. ملي كتحسو به غادي وكيطلع، انتما كتبان لكم ديك البارتي هي
السوبي غادي كيطلع شنو غديروا غطفيو هكا وتحطوه بحال هكا ومن بعد ندوزو للمرحله الثانيه ايوا قريب الحفله نستناو ندوز للمرحله الثانيه اللي هي انه هكا باش المرحله الثانيه غادي نشدو واحد الكاس نكبو فيه شويه هكا وغادي نشدو دانون وغادي نكبوه هنا وبدا نحركو بلاتي ندور لكم كاميرا باش تشوفو مزيان لو شوف هذا يفوت تحسو بيا الله غادي يفيض المهم نشدو دانون نخويو هنا داك الكاس الحليب اللي درنا هاك يروح هكا هاك خصني دابا كاس كبير باش نخلطو مزيان بحال هكا حسبو هادشي سخون نيتا خدو مزيان تي تجمع هادشي كامل هانتوما الحليب وياك تخليتي تيفيضة حذاري بحال هكا هكا غير رضي عليك هادا تخلط تخلط هانتوما تا كيتجمع الحليب مع هداك دانون كي كيولي متين هانتوما شتي شو كي كيولي كيتخلط الحليب وداك ريبي اش من ريبي دانو ما ديروش ديرو ديال الفاني ما ديروش ديال الفريز ولا ديال المشماش ولا ديال شي حاجه وندوزو للمرحله الثانيه بلاتي نتسناوتي تيبرد شويه غير شويه غير واحد دقيقه بحال هكا وهاد الوصفه هادي يعني تقدر ديرها في السحور اولا الفطور الفطور كتجي زوينه شي حاجه خفيفه بلاصه العصير غدير الريب كما كندير انا بلاصه كنشد التمره والريب داكشي اللي كندير بس من نشرب العصير كنشرب الريب كناكل زعما الريب هي هذيك انا من الاشخاص اللي عزيز عليهم الريب نجيكم من الاخر انا من الاشخاص اللي عزيز عليهم الريب ومن الاشخاص الشعبيين يعني عزيز علي شي حاجه شعبيه عزيز علي كل شي حاجه شعبيه بحال مثلا الطواجن والقميلات والمهم شي حاجه شعبيه اما داكشي لي شومبينيون وداك الزيت داكشي ما عندي معاه نقدر ناكلو ولكن انا من الناس الشعبيين يعني رساله الى زوجتي المستقبليه راه انا من الناس الشعبيين يعني عولي على الطواجن انا شي طاجين ولا اللحم بالبرقوق اولا شي حاجه نيت ماكينه غمس تغمس اي واحد عزيز لي تغمس اكتب عليه في كومونتير تغمس هو كلشي انا شي حاجه غاعز عليه شي حاجه في التغمس حنا المغاربه اصلا عزيزنا شي حاجه في التغمس الا ما غمستي والو راه بكل تواضع انا راه كنقولها بكل تواضع ما عنديش ديك العياقه ديال والو لا الا ما كان هذا ولا ما كان هذا لا انا شي حاجه كناكلها راه كناكلها اش غيطرى ليك تليك كاع كناكل اش غيطرى اكاين بعض الاشخاص راه مثلا كيشوفوا شي وحده كيبغي مثلا يبين راسو زعما راه هو واعر وبدا يقول لها لا الا ما كانش حولي مشوي ما ناكلوش الا ما كانش يعني الشامبينيون داك الزيت راه ما ناكلوش انا لا انا راه وجهي مقصدر كما كتعرفوا وجهي مقصدر راه نقول لك ناكل الطواجن وهادي 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 هادي ما كناكلهاش وهادي كناولها وهادي ما كناكلهاش بكل تواضع راه مهما عطيت نزل غتقشع تقشع اللهم صراحة من الاول اصلا اودي ندخل سوق راسي كيما ها هو راه دفا هانتوما حطيت فيه يدي انا راه مابقاش عندي الاحساس هي المشكله دابا الاحساس دابا راه مشى متاكد الاحساس راه مشى انا عندي بقيت كنحس بوالو ولا دمي بارد ما عرفنا واش المهم ما علينا نجربو حطنا نشدو هذا ياك غنضيفوه في هنا هكا شدو ثاني هاد الحليب نيدو نضيفوه هنا شنو كنديرو اخر شنو كنديرو نخلطو مزيان عندك نخلطو مزيان هادي طريقه زوينه هادي ملي كنخاف انني ندير شي زبده في هنا كنبقى ندير هنايا هكا هكا كتجي زوين كتستحلى بها سير ابراهيم المهم هادي طريقه سهله نخلط مزيان وشنو كنديرو اخر المهم راه تحتاج الكرتون نسيتها شي كرتون حيت ضروري منها تخلط مزيان تجمعوا المكونات ودوب شي فشي كلشي يدخل
او السيلوفان سيتو تا هو. المهم بغيتي ديروه في الكيسان، ديروه في الكيسان، بغيتي ديروه في الزلاي ديروه في الزلاي، غنشوف واش قدني بهذا الشيء ولا ما قدنيش. اوكي نبداو بسم الله، غادي نديرو هكا باش ما نكفوش. هاي طريقه زوينه. طب طب الاول بسم الله، الثاني الثالث، عرفتي واحد الريحه كيطلع منه والله الا زوينه، مكرهتش نشربها دابا نيت. الثالث انت بلاص ما تمشي عند هذاك سميتو كبير الريف، صيب اصاحبي الريف غير الدار. ها هو بقات اخر بس هي اللي جبتها هي هذه هي هذيك. تندير هكا هذا شي شي. اوكي شنو غندير اخو؟ شدو هاد السلوفان، ميستر شاف كيمسح في الطبليه ديالو. شدو هاد السلوفان هكا ياك، غنغلطو كل وحده بوحده. اجي انت داكشي بحال المدرسه اللي كانوا كيدكو لينا البره، شي واحد بواحد شي ربيت ديالو مقطع. نشوف حاولوا تسدوها مزيان، سدو زعما سدو زعما هذا هانتوما شي ما تخليش الهواء فين يدوز. هانتوما دابا شنو اخر؟ مازال منتهينا، مازال شو عمرنا كاع السيف. او هذا هو المستر شاف، غادي نديرو عليها نفرشو هذا، نقدر نحطو واحد بواحد هيا وغادي نشدو عاوتاني هاد المانطا هادي، غادي نخطوها فوق من هادو مزيان باش البرد يخرج منو. غادي تخليهم في بلاصه مكالميه ما بلا تزعزيع لا والو، بحال هكا تخليهم 8 ديال السوايع. سمعوا 8 ديال السوايع. المهم نتسناو حتى الغدا ان شاء الله ونشوفو، حيت دابا اليوم رمضان، غدا غادي نشوفو كي غادي يطلع. يلا واحد جوج ثلاثه الشباب، دابا الصباح دازت عليه 8 ديال السوايع، غادي نشوفو واش صدق اولا لا. كلشي قدامكم يا بسم الله على الله يصدق. يلا دابا راه الوقت الحاسم، دابا هو هذا شي بلاصه فاش كتخلع هنا واش يصدق ولا لا، ولكن ان شاء الله غادي يصدق. يلا يا بسم الله، هو زيد 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 سني قلبوها صدق. ها هو صدق، كلشي يصدق فيه. هانتوما كلشي يصدق، شتو هانتوما. غادي نحلو دابا صايم، دابا غنشوف واش صدق ولا لا. مفرجش ناكلو ولكن حتى الفطور ان شاء الله. هاشي نجيبو معلقة، هانتوما شوف هاشي نديرو هكا شوف شتو صدق ولا لا. هانتوما شتي بحال ديال الحوانت. ها شوف كلو 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 واشربوا هنيئا لكم. شتا هو الريف صدق، كلشي هو هذاك. مولفت انا اسف. هانتوما ها هو صدق، و كنتمنى هاد الريب هذا يعجبكم وتجربوه. اللي جربوه يكتب عليه في لي كومونتير يشوف كي جا، و ما تنساوش ديروا لايك. تلاقوا في الفيديو الجاي. تهلاو.